لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. اليوم فجأة رئيس الجمهورية يرسل إلى جو بايدن، أرسل له تهنئة. كانت على الساعة 3:41 نشرها على صفحته الرسمية في الفيسبوك وفي تويتر في نفس اللحظة، كوبي كول. وبعد ذلك كان دارها جون بايدن، وبعد ذلك عاود تم تعديلها جو بايدن هكذا. بعدها مباشرة تناولها ما كان والو، بداو يروجوا لها كذا. من المفروض أنه الدولة الجزائرية ترسل رسالة رسمية من رئاسة الجمهورية إلى أمريكا تهنئ فيه جو بايدن على انتخاب، وعادي جدا أنه يغرد الرئيس في تويتر أو الفيسبوك، عادي جدا. بعض الناس هم ينتقدوا يقولوا كيفاش يهنئوا عن لا، هذه حدثت مع كثير من الزعماء، عادي جدا، ولا هذه لا تعتبر إشكالية. هو فقط اللي يتحوسوا على العثرات ويشككوا في كل شيء، لا، احنا راح نتكلم بموضوعية. بعدها ما قالوا بأن الرئيس أرسل، هل الرئيس غرد وبعد ذلك طلب منهم إرسال رسالة باسم رئيس الجمهورية باسم الدولة الجزائرية؟ الله أعلم. أو أنه وقعوا في إحراج، الرئيس يهنئ عن طريق تويتر والفيسبوك، يهنئ رئيس أكبر دولة في العالم، راحوا مباشرة بعدها فجأة يقولوا رسالة وينشروا نصها، يروح التلفزيون أول من نشرها هو التلفزيون الرسمي رسالة وحطوا صورة تبون وكتبوا الرسالة كاملة. بعدها هذا المنشور حذف، وبعدها صار رابط على موقع، وبعد ذلك برقية التهنئة انشرتها الرئاسة على 46 تقريبا. هذا تخبط يا جماعة، هذا لو تخبط يزيد يضع علامات الاستفهام. أنا نقولها لكم المرحلة الآن راهي مرحلة تفرض التصرف بحكمة. مشكلة الجزائر، مشكلة رئاسة الجمهورية هي الإعلام، وأخطر حروب الآن قائمة في العالم هي الحروب الإعلامية. ولكن للأسف الشديد هذا السلاح الفتاك اللي زعزعت به دول واللي يستعمل في الحروب الناعمة، وخلت الدول تتدخل في دول أخرى عن طريق الإعلام. إذا كان إعلامك الرسمي وإعلام رئاسة الجمهورية ما يقدر يسير لك مراسلات نتاع رئيس جمهورية إلى دول أخرى بطريقة تكون ذكية وبطريقة تعطي هيبة للدولة، كيفاش راح يكون نعولوا عليها باش تدير لنا حروب ولا تنتصرنا في قضايا ولا تفرض الدبلوماسية الجزائرية في الخارج؟ يا جماعة الآن الدبلوماسية تتحرك على محور أساسي، ركنين أساسيين، ركن الاستخبارات وركن الإعلام. وطبعا هذا الأمور السفارات وهذاك شيء آخر، ولكن الركيزتين الأساسيتين للدبلوماسية هي الاستخبارات وهو الإعلام. استخباراتنا عرفت انحطاطات كبيرة، رغم أنه تعتبر الاستخبارات الجزائرية كانت هي أقوى الاستخبارات وأول استخبارات في العالم، اخترقت الموساد الإسرائيلي هي الاستخبارات الجزائرية، وهذه حقيقة ويجي نهار ونتكلموا فيها بتفاصيلها. الاستخبارات الجزائرية كانت قوية، كانوا ضباط في الاستخبارات، ولادهم ما على بالهمش باللي راهم في الاستخبارات حتى داو التقاعد، وكان اللي قاموا بمهام في الخارج ولا حد يعلمهم، تلقى حوانتي وهو ضابط في دول العالم. نعم اخترقوا بنوك أجنبية بموظفين، اخترقوا كثير كثير من الأمور ليس المجال لذكرها. الجانب الإعلامي تكون عندك مؤسسات إعلامية، شوف الدول كيف عملت. فرنسا عندها فرنس 24 بالعربية وبالفرنسية وبالإنجليزية والإسبانية بالعربي، أمريكا دائرة قناة الحرة بالعربي، شوف إسبانيا عندها قناة بالعربية، ألمانيا عندها قناة ناطقة بالعربية، روسيا عندها قناة ناطقة بالعربية، تركيا عندها قناة ناطقة بالعربية، كل الدول تقريبا، كل الدول الآن عاملة قنوات باللغة العربية لأنها تريد أن تتوجه إلى العالم العربي، لأن اللغة العربية أكثر من مليار يا جماعة، راهي لغة حية من اللغات الكبرى في العالم. لذلك والمنطقة العربية هي مناطق ذات نفوذ وذات ثروات ومناطق استراتيجية. إذا كان أنت التلفزيون، أنت الجزائر ما عندكش قناة، عندك واحد القنوات، والله التلفزيون الحكومي خير منها،
واحد القنوات خاصه للاسف الشديد صوره طبق الاصل، واللي سماها وزير الاعلام فيها قنوات خارجه عن القانون، عباره عن مكاتب لقنوات اجنبيه دايرينهم في الخارج وبعد فتحين مكتب ويعملوا خارج القانون، غدوه يعواجي يكسروا له راسه. هذه الحقيقه. لذلك انا اقول لكم انه قوه الجيش هذه الامور، خليني ساعود. اذا الاعلام اذا كان اعلامك سيء بهذه الطريقه كيف راح تفرض نفسك؟ كيف رايح تفرض؟ لماذا تراجعت الجزائر في كثير من مناطقنا؟ في ليبيا تراجع، وانا نقولها لكم قلتها كم من مره وما زلت مصر، قضيه ليبيا باعتها الجزائر، تخلت عليها، بقيت لك امور شكليه فقط، لكن التحرك الذي بدا في بدايه بعد تنصيب الرئيس تبون كان هناك حراك قوي في المشهد الليبي، وفجاه يتراجع ولم يعد، واكتفت الجزائر بنفسها. الصحراء الغربيه هاي دخلت في حرب، المغرب راه يلعب في اوراق، المغرب وصل الى قناعه انه ممكن راح يصل الى استفتاء، تقرير المصير في الصحراء الغربيه، واذا سأصل للاستفتاء الصحراء الغربيه عمرها ما تكون مغربيه. ولذلك يلعب على اوتار، لعب على وتر، على وتر التطبيع مع اسرائيل. وطبعا التطبيع ندرك تماما ان اللي المتغطي بفرنسا وباسرائيل وغيره راهو عريان، غدوه يبيعوه، غدوه يبيعوه، غدوه يبيعوه بابخس الاثمان. دركا الجزائر راهي داخله، راهي دايره بها نزاعات. الصحراء الغربيه ما هي قضيتنا؟ الصحراء الغربيه قضيه الصحراويين في صراع مع المغرب، الجزائر تدعم، هذه يجب ان نفهم هذه الحقيقه، ولكن الجزائر كلها دايره بها حروب. الجيش راهو في وضع صعب، غدوه قادر يدخل حرب. الجيش ماذا يحتاج؟ اولا يحتاج الاستقرار الداخلي، وهذا يخص العسكريين، لن اتكلم عنه، والعسكر يعرفوا مصالحهم ويعرفوا صوالحهم. ابقى العلاقه نتاع المؤسسه العسكريه مع السلطه السياسيه. العسكر يكون قوي عندما يكون عنده سلاح قوي وعنده اعلام قوي وعنده سلطه سياسيه قويه. السلطه السياسيه قوتها فاش؟ لما تكون عندها شرعيه شعبيه وعلاقتها مع الشعب قويه. هذا هو. السلطه السياسيه كارثه. السلطة السياسية راهي كارثية بمعنى الكلمة. وهي حقيقة يا جماعة. الجزائر شوف اللي قال لك، اللي ظن بأنه العصابة راح تسكت على كل ما حدث لها في عهد القيد صالح راهو يتوهم. واللي ظن ما يحدث الآن ليس للعصابة بوتفليقة يد فيها راهو إما غبي أو يتغابى أو لا أدري ما في عقله من مس. هذه يجب أن تفهموها يا جماعة، يجب أن تفهموها. هذم الناس الذين تعرضوا إلى السجون وتعرضوا إلى مصادرة الأموال، وش هدفهم؟ إما يقضوا على هذا المسار الذي بدأ، يبدأوها من الرئيس ويوصل، إما يورطوا الجيش في حروب. ولذلك نلاحظ أن الهجمة شرسة على الجزائر في هذه المرحلة. كيف أن سنواجه هذه الهجمة؟ نواجه هذه الهجمات التي تواجهنا بماذا؟ نواجهها بإعلام قوي، بشفافية مع الشعب. عندما تقول على الرئيس راه مريض راه ما أثرش، بل أنه عندما تقول الحقيقة، لأنه هذا إنسان يا جماعة، هذا راه إنسان، راه مش آلي، إنسان آلي مخدوم الآلة، ما يمرض ما يموت ما والو، راه بشر، يعطس يمرض بالزكام يمرض بالحمى والأشياء هذه كلها. هذه هي الإشكالية، وين نحن في هذا الوضع سيئين للغاية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.